قبل ما انسى لازم اقول وانا حاولت اكتبهم يا رب ما اكون نسيت حد. اللي هيتفرج على الفيلم هيكون عايز يشكر بيومي فؤاد، هيكون عايز يشكر سيد رجب، هيكون عايز يشكر خريه فرغلي، هيكون عايز يشكر محمد فراج وانعام سليسه. متاكده انه في ناس ممكن تبقى زعلانه ان لها مشاهد اتشالت، اكيد يعني كلهم كل واحد فيهم نجم في منطقته، كل واحد فيهم له مساحته المتميزه، يمكن يكونوا زعلانين ان في مشاهد اتقصقصت من الفيلم، انما انا متاكده ان هم لو رجعوا لورا شويه واتفرجوا على الفيلم من غير ما يبقوا مفكرين ان هم جزء منه اكيد هيستمتعوا بيه، واكيد هيحسوا انه وهج الفيلم اللي طلع بيه يمكن يعوضهم شويه عن مشاهدهم اللي اتشالت. انا متاكده من ده. السينمات لو حضرتك اتفرجت على الفيلم وانت في دار عرض سينمائي من اول 5 دقايق هتدرك ان انت امام فيلم مليان تفاصيل، فيلم بيخليك تفتكر حاجات مضايقاك في بلدك، بس كمان تفتكر ان انت بتحبها قوي، وتفتكر انه مع كل كفه ميزان بتنزل من اوجاع او هموم او مشاكل او عقبات او سخافات موجوده في بلدك، فانت في اللحظه المناسبه الكفه الثانيه اللي فيها كل الحب وكل الرصيد هي اللي بتطب في الاخر. بشكر كل صناعته، محمد دياب، خالد دياب، شيرين دياب، عبد الرحمن ابو زهره، اكرم الشرقاوي، ومصطفى خاطر.